لما بنلعب 4 3 3 مم. مهم جدا يبقى للباكات دور الباك آه. رايت والباك ليفت دم. عشان انت الاثنين اللي في النص بيامنوا وكده بالظبط هل طريقه اللعب دي فيها مشكله عشان احنا ما عندناش برضو باكات آه يعني لا عمر عب كمال عبد الواحد هو باك اساسي وواضح ولا ايمن اشرف كمان بيلعب باك ليفت كتير بعد اصابه فتوح مم. هل الطريقه كلها فيها مشكله بسبب الاثنين باكات؟ ما فيها فيها مشكله انت وانت بتلعب 4 3 3 المفروض ان الـ السته والثمانيتين اللي قدام قدام سته دولت المفروض ان هم بيعملوا مساندات بشكل كبير جدا والمفروض ايه كمان الباكين لازم يطيروا صح يعني لازم يعملوا الواجب الهجومي بشكل 100% مظبوط لان انا مش قلقان انا هطلع ومتامن بالظبط انا هحط ثلاثه آه في النص عشان اعمل الباكين ثلاثه في النص يعني مثلا زيزو يامن عمر عمر كمال وفي نفس الوقت يعمل مسانده هجوميه معاه او العكس او ان هيعمل مسند على وعمر ع... يزبط. يعني الجناح وعمر يثبت يبقى انت كده هتعرف تطلع بالكوره نفس الحكايه بالنسبه لايمن اشرف او احمد فتوح في مشكله برضو ان زي ما قلت لك ان انا وانا بلعب اربعه 3 ثلاثه عشان تعمل نواحي الهجوميه كويس مم. يبقى لازم الباكين بتوعك يبقوا طايرين باستمرار لكن احنا في الثلاث مباريات لا الباكين ما تحسش ان في دور في الادوار الهجوميه مثلا بشكل كبير يعني صحيح طب طيب. هسالك سؤال بس افكر الساده المشاهدين بحاجه انا اعتقد حضرتك انت نفسك نسيها م. كابتن رمضان السيد كان معايا السنه اللي فاتت م. السنه اللي فاتت يعني م. تقريبا من 365 يوم يمكن من اكتر كمان على ما اتذكر يعني م. وكان هو اول واحد قال لي انه الاهلي ممكن يلعب 3 4 3 يلعب بثلاث مدافعين وساعتها حتى حط لي تشكيله مثاليه وتقريبا الاهلي بيلعب بيها دلوقتي اللي بيعمله موسماني السنه دي الموسم بدأ الجديد ب... فاكر كتب... طبعا فاكر كتب... طبعا كتب... وقلت لك ليه كمان؟ يعني انا قلت لك ليه ل... عشان يعوض غياب البكات كمان لو يعني أه علي معلول عنده قدرات هجوميه فممكن يبقى قدام احسن ب... بالظبط أه لان النادي الاهلي كان الموسم اللي فات وانت متقدم بخمس نقاط انت خسرت الدوري صحيح خسرت الدوري لاني كان في مساحات اللي هي بيغطيها دلوقتي م. من اول الموسم حمدي فتحي هو بيلعب 3 4 3 غطت المساحات دي يعني يمكن كان كل الكرات اللي هي المرتده على النادي الاهلي او الكرات الطويله في المساحات اللي ما بين الباك والسيرد باك كانت فيها مشكله كبيره جدا صحيح. وفرق كتيرة لعبت على النادي الاهلي كده كانت بتقفل مساحات وتلعب زون في وسط الملعب وبتضيق مساحات بشكل قوي جدا صحيح. جدا وتلعب على المساحات الفاضيه في في تيم النادي الاهلي مظبوط اتغطت بدي يعني اتغطت فعلا بحمد فتحي لما نزل آه. لعب في الثلاثه قفل المساحه اللي على طول احنا كنا النادي الاهلي كان بيتضرب عشان كده بقى انا فكرتك بدي ليه؟ اه ليه المنتخب ما يلعبش ثلاثه؟ طبعا بما انك انت كمان ما عندكش باكات اساسيه آه. يعني آه. ولا باك رايت ولا باك ليفت وان شاء الله فتوح يلحق الماتش الجاي بس في الظروف اللي زي دي آه. ما تلعب بثلاثه وحتى لو فتوح موجود ما يلعب آه وينج يعني ما بالظبط آه. بالظبط انت بالعكس انت وانت بتلعب بثلاثه اربعه ثلاثه آه. بتدي فرصه كبيره جدا للباكين آه. ان هم يعملوا الواجب الهجومي وبتدي فرصه كمان للثلاثه اللي قدامهم ان الثمانيه ده يشتغل في النواحي الهجوميه بشكل كبير جدا قدراته الهجوميه اكتر من الدفاعيه وعمر آه. كمال كم... عمر كمال كمان قدراته الهجوميه اكتر من الدفاعيه أكثر. يعني فاهمين. عكس وساعتها كمان عكس. انت ممكن لو حبيت يعني تستغنى عن عمر ممكن تلعب زيزو يعني في المكان ده بالظبط ومش هتبقى يعني الآن يعني حتى لو انت طبعا هيبقى زيزو ناقص في النواحي الدفاعيه لكن انت بردك هو نفس الحكايه خلي بالك عمر كمال نفس الحكايه عمر كمال يمكن بطوله البطوله العربيه العرب الحقيقه اعتقد ان المشكله اللي كانت عند عمر كمال في النواحي الدفاعيه صحيح هو ممكن يعمل لك الحته الهجوميه في الثلث الهجومي بشكل كويس لكن اي حاجه فيها ضغط عليه او في زياده عدديه عليه او في مواقف واحد ضد واحد على عمر في مشكله في التعامل مع <applause> طيب